ففعلا يعني في ملفات مطروحة أمام الجهتين، ونية الجزائر صادقة، لأن الماضي هو ماضي ولكن لا ننساه. احنا ننظر إلى المستقبل ولكن لا ننسى ماضينا، لا ننسى الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري، في حق الأمة، في حق التاريخ، في حق الإنسانية. لما نرى الجماجم اللي طال عمرها أكثر من قرن ونصف قرن من الشهداء تؤخذ من الجزائر، تترك الباقية من الأعضاء الجسد لا نعرف محلها، طب هذا شيء يفرح يعني؟ أظن بأنه استفاقة يعني للضمير الإنساني بالدرجة الأولى. أن لما نتكلم عن فرنسا فليعلم الجميع، حتى الفرنسيين بأنفسهم، إحنا لا نتكلم عن الشعب الفرنسي، بالعكس إحنا عندنا أبنائنا من جالية يعيشون في فرنسا، فيه كذلك بعض الفرنسيين كانت عندهم مواقف مشرفة لهم ولبلدهم، وكذلك بالنسبة للثورة، كذلك عندنا البعض من شاركوا في ثورة التحرير الوطني وضحوا من أجلها، لا ننسى أبدا، ولا ننسى كذلك العلاقات المستقبلية، في علاقات الآن تجارية اقتصادية، ولكن المحور الأساسي هو محور الذاكرة، النظر ولا نتخطى التاريخ ولا ننسى الشهداء. تعرف يا أختي دائما